اهلا وسهلا بكم في قناة شوارع ومعالم اسكندرية، معاكم عادل والي. النهاردة معاكم في جولة سياحية تاريخية في منطقة ابو قير التاريخية في اسكندرية. تقع ابو قير في نهاية الساحل الشرقي لمدينة اسكندرية. فابو قير تقابلك نسمات البحر وتستنشق رائحة اليود النقية. ابو قير مصيف للباحثين عن الهدوء والسكينة. يرجع تسمية أبو قير بهذا الاسم للراهب الأنبا كير، وهو قديس وطبيب كان يعيش في أبو قير، وكان من أهم دعاة المسيحية وقت الاضطهاد الروماني، وتوفى سنة 312 ميلادية. في سنة 1798 ميلادية اتخذ نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية من أبو قير مقرا لتصبح مرسى لأسطوله الذي تحطم على يد الأسطول الإنجليزي في خليج أبو قير على يد القائد الشهير نيلسون. سميت أكبر الجزر القريبة من خليج أبو قير باسم جزيرة نيلسون القائد المنتصر، وعرفت هذه الموقعة بمعركة أبو قير البحرية. كما يطلق أيضا على الجزيرة اسم جزيرة جريشا. وفي سنة 1801 كانت موقعة أبو قير البرية. تم مد خط السكك الحديدية لأبو قير عام 1876 ميلادية في عهد الخديوي اسماعيل من خلال الخط الرابط ما بين الاسكندرية ومدينة رشيد غربا. وفي سنة 1922 ميلادية اضيف الى ابو قير المعمورة من الناحية المالية، وتتبع المعمورة مركز كفر الدوار مديرية البحيرة، واصبح اسم ابو قير المعمورة وابو قير. وبعد قيام ثورة يوليو 52 تم تعديل حدود اسكندرية مرة أخرى، وفي عام 55 ضمت أبو قير مرة ثانية لإسكندرية، حيث ضمت لقسم المنتزه. كان من أشهر سكان أبو قير الأمير عمر طسون، المعروف بأمير الفقراء لأعماله الخيرية الكبيرة، والذي كان يملك إقطاعية ضخمة حول خليج أبو قير، وتحولت الآن إلى حي سكني يحمل اسم طسون، وذلك تكريما للأمير عمر طسون. وحي طسون ما بين المعمورة وأبو قير. Yeah.
يوجد في ابو قير اشهر مطاعم الاسماك في اسكندريه، وهو مطعم زافيريون المشهور في ابو قير، من اشهر مطاعم السمك في اسكندريه مطعم زافيريون. يوجد الأكاديمية العربية للنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية. يوجد في أبو قير العديد من الآثار والأماكن الأثرية، منها طبية كوسا باشا، وهي إحدى الحصون المنيعة 23 اللي أقامهم محمد علي لحماية اسكندرية وصد الهجمات عنها، ولكنها الآن تعاني الإهمال والتدهور. ويوجد في أبو قير بالقرب من طبية كوسا باشا 4 مدافع إنجليزية صنعت سنة 1870. ده مسجد النهضة، أشهر مساجد أبو قير وأقدم مساجد أبو قير. مسجد النهضة أمام محطة السكة الحديد، ما بين السكة الحديد ومينة أبو قير. مسجد النهضة في نهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك.